هذه الجلسة في أجواء عادية جدا، راكم حضرتوا، ابتدأت صباحا، انتهت في حدود هذا التوقيت هذا بالذات. تم تأخيرها لجلسة 27/10 لاستكمال استماع لهذا السيدة اللي المفروض أنها زعما هي المحرك الرئيسي ديال هذا الملف هذا، بحكم أنها هي اللي كانت كتصل بالناس المحسنين وكتجمع التعويضات. نتوما غادي تشوفوا واكيد غتكونوا تفاجئتوا انهم داخل الجلسه كيف ما كنا كنعبروا قبلا في المرحله ديال التحقيق، وكنا كنقولوا بان راه المتابعه اكبر حجما واكبر من الناحيه القانونيه والموضوعيه والشكليه من هاد الناس اللي كيتواجدوا هنايا. ملي غادي تجيو تسمعوا، ملي شفتوا دابا شنو هي العرض ديال المساهمات الماليه اللي كانت كتبان لكم كلها في حدود 500 درهم 1000 درهم وكتوصل حتى 2000 درهم. هذه هي المساعدات الماليه اللي كانت كتجمع هاد السيده، وكانت كتجمع من مجموعه ديال الناس، حيت في الاول هادشي ما كناش بغينا نقولوه لان كانت المعطيات باقا في اطار سري وباقي ما سمعوش السيده. ملي سمعوا ليها في واحد المرحله، انا غنقول لكم شنو واقع دابا عند هاد السيده هذه. هاد السيده اللي كانت العائله ديالها كلها كانت كتلقى العلاج في مصحات مختلفه، وفي الاخر مشات داتهم المصحه ديال الشفاء وتلقات واحد الرعايه خاصه، وبان ليها بانها كاينه مجموعه ديال الناس ما كتلقاش الاستشفاء اللي هو المفروض انه خاصو يكون في الدوله، يعني مستشفى كما كتقول هي بان الاب ديالها 8 شهور باش عطوه موعد في واحد المستشفى تابع للدوله تمات. هادشي قالت لك اللي خلى يحرك فيها هي هذاك الجانب زعما اللي هو احساني والجانب ديال المساعده، وبغات انها تعاون هذوك الناس. فكانت كتتصل بواحد الناس اللي كانت كتعرف الاسماء ديالهم من المحيط ديالها بانهم راه كيساعدوا، كاين اللي هو اللي كيطلب منها انهم ملي تكون شي حاله معوزه في اطار تلقي العلاج ولا كذا انهم يساهموا في اطار الاحسان. فهادشي اللي كانت كدير هي ما كانتش عارفه بان الامر يتعلق باحسان عمومي او غير احسان عمومي، وان الامر يتعلق بجرم او انها ترتكب شي جرم. هي كانت كتتصل بواحد الناس اللي هما كانوا طلبوا منها بانها اذا كانت شي حاله معوزه انهم غادي يتقدموا بمساعدات. وكتشوفوا جميع الوثائق البنكيه اللي دلات بها المحكمه واللي عرضاتها على السيده، والسيده ما نكراتش وقالت لهم فعلا كنعرف هاد الناس هادو. المساعدات كانت في حدود 1000 درهم 2000 درهم، في حين ان كان دوفي ديال الاستشفاء كيوصل حتى 100000 درهم ولا 80000 درهم ولا 30000 درهم، فما كانش كتاخذها من عند شخص واحد، يعني كانت كتجمعها من عند هذا وهذا وهذا، وكانت في الاخر كتعطيهم المصحه في اطار انهم يخلصوا هذيك لافاكتور ديال واحد شخص مريض. تعرضت عليها مجموعه ديال الصور، هذه الصور هذه اللي كانت هنايا هي كتقول بانها من مستشفيات وحدين اخرين، لانها قالت ما كتعاملش غير مع اي واحد كيعيط لها في اطار المساعده، يعني ماشي متخصصه في مصحه الشفاء، اي مصحه او اي طبيب طلب منها المساعده كتقدمها ليه. فهذا هو الامر اللي كان دابا تناقش هنايا داخل الجلسه. مجموعه ديال المعطيات او مجموعه ديال الناس كاملين اللي استمعنا لهم، اللي سمعت لهم المحكمه في بدايه هذا الملف لغايته، كيقولوا بان الامر ما عندوش علاقه بالدكتور تازي، وبانه ما كانش عارف هذا الشيء نهائيا، وبان الامر يتعلق فقط بموظفتين او ثلاث موظفات، يعني هاد السيده هذه وجوج موظفات داخل المصحه، انهم كانوا كيديروا في اطار التسهيل ديال الاداء ديال الفواتير اللي كتكون عالقه، وديال الناس اللي كيكونوا معوزين وما عندهمش الفلوس باش انهم غادي يكملوا الاستشفاء ديال واحد طفل او شخص او سيده او سيد اللي كان داخل المصحه. وكاملين كياكدوا على ان لا حسن التازي ولا منى بن شقرون ما كانش عندهم لا علم نهائيا، ما عندهم حتى شي علاقه بهذا الامر هذا. وهي كتقول بانها ما عمرها ما اعتقدات بان غادي تدخل الحبس بسبب انها كانت كتطلب مساعده باش واحد طفل او رضيع او سيد او سيده كيتلقى العلاج ديالو داخل المصحه. هذه الامور هذه هي اللي حنا سمعناها من الصباح لغايه وقتي، وتم تاخير ملف لاستكمال المناقشة معها في هذا الإطار هذا. المطالب ديالكم يعني الصراحة مؤقت؟ لا، ما كاينش دابا وقت ديال الصراح مؤقت، دابا كاين واحد الوقت ديال مناقشة الملف، ماشي وقته نهائيا، حيت غتولي هو الصراح مؤقت يطلب في أي مرحلة من مراحل التقاضي، هذا فعلا ده حق ديال كل واحد، ولكن حنا وصلنا لواحد المرحلة ديال أننا كنسمعوا الأطراف اللي هما أصلا كاينين في الملف، والناس اللي كتدلي دابا التصريحات ديالها أمام الهيئة، والناس اللي كتعرض عليها التصريحات ديالها اللي كانت عند الشرطة واللي كانت عند قاضي التحقيق، وكتعرض عليها التسجيلات الهاتفية ديال المكالمات الهاتفية اللي كانت بيناتهم، فما كاينش دابا مجال هي المطالبه الصراحه. دابا اللي بقى المجال ليه هو انهاء المناقشه مع هاد الناس اللي كاينين داخل الملف باش نبداو حنايا المرافعه في اطار هاد الامور كامله اللي حضرنا لها داخل الجلسه. الشهاده ديال الوثيقه هذه هي كتعتبر صالحه الدكتور تازي؟ شوف، هي ماشي هي فعلا هي تشهدوا فعلا بان راه الدكتور تازي ما كان عنده بها حتى شي علاقه، وبان منى تازي عمرها ما كانت بها شي علاقه، وبان الناس كانوا كيرفضوا انه يعطيوها الهاتف ديال منى تازي الوقت اللي كانت كتلاحظ بان كاينه شي حاجه ماشي تالي داخل الملف. فهذا هو السبب اللي
خلاها مستمره في العمل هذا، ولكن الى لاحظتوا راه ما كاينش سوء النيه نهائيا في الملف. واحد السيده كانت كتاخذ مساعده ماليه من واحد الناس، المبالغ ديالها حيت ملي كتسمع في الاول التهويلات اللي كانت ولا المتابعه اللي كانت في هذاك الشكل ديالها اللي كتسمع الاغتناء واستغلال والتجار في البشر، كنتي كتصحب بان الامور راه كتعلق بواحد هادشي. علاش في الاول زعما كانت فينا واحد الحرقه، ما كناش قادرين اننا نتكلموا على الملف الى حين استماع جميع الاطراف. راه جميع داكشي تعرض ديال 1000 درهم، 1000 درهم كمساعدة مالية كيقدمها المحسن. ملي كتجي تشوف مجموعة ديال واحد العدد كبير ديال المحسنين وكيقول كيفاش هاد الناس هادو وكيفاش هذا، لا راه هادوك الناس كاملين راه المساعدات المالية اللي قدموها راه 1000 درهم هذا 1000 درهم هذا 1000 درهم هذا 1000 درهم هذا باش يلا 2000 3000 درهم غاده بحال هكا باش يلا يقدروا يجمعوا واحد لافاكتور وحده ديال واحد الطفل واحد. ثم هادشي كاع كامل اللي تعرضوا كتقول السيده بان اللي اتصل بها وطلب مساعده كتقدمها ليه. كاين واحد الحفل ديال ختان ديال الدراري الصغار قدمات فيه حتى هي المساعده وكانت من بين المحسنين فيه موليا باش قرون. وكاين عاوتاني شي ناس اللي ما قادرينش يخلصوا الكره ديالهم وتجمعات عليهم الكره وكانوا معرضين للافراغ، خلصاتهم موليا باش قرون بمساعده اللي طلبتها منها بنزاكور في واحد الوقت. يعني اللي طلب منها شي حاجه كتقدمها ليه في اطار داكشي اللي عطاها الله. هي كتقول بان ارتباطها كان لغايه الاحسان باش الناس ما تكرفصش، وكما مات ليها ولدها لانه ما لقاش التطبيب وكان واحد الخطا طبي وكان تعرض ليه، ما بغاتش هاد الناس تعرض لهذا الشيء. فكانت غير في اطار تعامل اجتماعي واحساني كانت كتعامل بهذا على قدر المستطاع. كل واحد كيدلي المساعده ديالو باش هذاك الطفل ولا هذاك. وما كايناش حالات الوفيات، راه ما كاينش حاله ديال الوفاه نهائيا في الملفات كلها اللي معروضه على القضاء، ما كايناش. القيمه الاجماليه لهاد المساعدات هي اللي غادي نشوف هذا، حنا غادي نشوفوا شنو هي القيمه الاجماليه، ما نسابقوش الاحداث لان حنا يلا باقيين في اطار مناقشه الملف. دونك راه منك ما كتسمعش ليا انا، كتسمع لهاد الناس هادو اللي خاصهم تصريحات تكون صادره عنهم. انا دويت معك دابا غير في حدود ما راجع الان في الجلسه، انما في اللي كاين في المحضر واللي عندنا في المحاضر ديال التحقيق واللي عندنا في هذوك لي فاكتور، راه حنا عندنا انا بعدا شخصيا اللي عندي انا هو المصحه خاسره، لا في الخبره. انا كندوي داكشي اللي عندي انا ما غندويش على هاد الناس. اللي عندي اللي في الخبره واللي عندي في الفواتير ديال المصحه خاسره من الجانب المادي وبزاف. اللي عندنا ما عندناش غتينا ادويه ديال المصحه، راه عندنا خصص كبير كنعانات من المصحه. تدخل وسيطه، انا ما كنقولش وسيط، تم الاستماع الى احد المتهمات التي كانت تقوم بالعمل الخيري ديال جمع التبرعات لانقاذ ارواح، لانقاذ مرضى، لانقاذ يعني معوزين تنقول عاجزت المستشفيات العموميه عن مداواتها. هاد الناس اللي جاوا اليوم واللي قالتها لو انهم كانت الامكانيه ديال الدواء في المستشفيات العموميه ما كانش يجيو لصحه هادشي. لذلك اليوم هاد السيده تقول انا ماشي وسيطه، وانا باش نصحح لكم جميعا اللي قالت ماشي وسيط، انا فاعله خير تنضحي بوقتي وبمالي وابنائي من اجل مساعده هؤلاء الاشخاص الذين لفظتهم المستشفيات العموميه ولم يحصلوا على العلاج كيف ما هو خصو يكون في المستشفيات العموميه، وجاوا للمصحات الخاصه ويستجدون الناس لكي يؤدون عنهم فاتوره يعني الاستشفاء. اليوم كان تصريحها واضح وحاسم وجاسم، وقالت بانه لو علم الناس ما كان يقدمه الدكتور حسن التازي يعني لمواطنين هذا البلد وللمرضى لوقفنا له جميعا وقفه احترام. ذلك اليوم يعني تم الحزم في هذا النقاش، واتمنى وانتم تابعتم ذلك ان يصدر القرار القضاء قراره اللي لن يكون الا براءه المعنيين من المنسوبين اليه. وشكرا. شكرا استاذ. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.